تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مختلف أشكال التمويل، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار، ويعد أحد الأهداف الأساسية المراد تحقيقها حسب ما أعلن عنه وزير الصناعة خلال الندوة الوطنية حول الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن هذا القانون سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية لتعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع، وتعتبر هذه الندوة فرصة لإعلاننا عن بداية تغطية الصندوق للقروض الاستغلال كخدمة جديدة. وصناديق الضمانات من أهم هذه الآليات، تسهل بطريقة كبيرة جدا الحصول على قروض بنكية وتلعب دور مهم في تمويل الاقتصاد. أزيد من 3400 مؤسسة تم مرافقتها من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رقم مرشح للارتفاع خاصة في ظل توجه الصندوق لضمان قروض الاستغلال. قروض الاستغلال ما هي؟ قروض لتسمح للمؤسسات بشراء المواد الأولية لتحولها في المصنع، pour recruter la main d'œuvre, donc pour payer les salaires, pour développer son marketing à l'intérieur comme à l'extérieur. هذا هو قروض الاستغلال. إلى يومنا هذا تم مرافقة أكثر من 3400 مؤسسة مع un impact emploi de plus de 90,000 postes de travail créés. التكفل بمشكل تمويل المستثمرين من خلال وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية من شأنه تسهيل الحصول على القروض البنكية وبالتالي التشجيع على الاستثمار.